دلوقتي مستر أشرف بركات مدير فرع سبينيس مول العرب اللي هيكلمنا دلوقتي ازاي بيستعدوا ويستقبلوا عيد الأطفال. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا بيكم وكل سنه وحضراتكم طيبين. واهلا بيكم ومنورين فرع مول العرب سبينيس مول العرب وبرحب برضو بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. احنا مبسوطين جدا اولا ان احنا موجودين النهارده في سبينيس مول العرب. عايز اعرف بقى بتستعدوا ازاي لمناسبه كبيره زي دي؟ والله المناسبات اللي زي دي وخصوصا العيد الاضحى بنطلب كميات كبيره من اللحم، بنوفر الحاجات الاساسيه زي الزيوت والرز والحاجات ديت بتبقى لازم متوفره بكميات، وطبعا في عندنا اسعار مناسبه برضو بالنسبه للموسم وبننزل في الاسعار علشان يبقى مشاركين في رفع المعاناه عن الكاهل المواطن المصري. والله دي حاجه كويسه جدا، وانا كمان شايفه ان حضرتك او فرع اسبانيس مول العرب او كل سلسله محلات اسبانيس بتشارك في مبادره سيد الرئيس السيسي في مبادره كلنا واحد. انا عايزه حضرتك بقى تكلمني عن المبادره دي بتهدف لايه؟ المبادره دي تبقى طبعا بتزيل المعاناه عن كاهل المواطن المصري وبتوفر له الاحتياجات كامله او اساسياته باسعار مخفضه. انا شايفه فعلا ان اسعار اللحمه انتوا عاملين عليها خصم حلو جدا، ده علشان طبعا مبادره سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلنا واحد. بالظبط كده، ومنزلين التخفيضات بتاعتنا بتتراوح من 35% ل 40% على اللحوم، وطبعا في اصناف تانية زي الرز والحاجات ديت والسكر والاساسيات موجوده برضو معانا في المبادره. يعني جوده عاليه وسعر يعني حلو جدا جدا. طبعا زي ما انت شايفه حضرتك. طبعا لا ما احنا كل ده بقى هنصوره. انا بجد ميرسي جدا جدا على ترحيب حضرتك لينا، وميرسي جدا على ان حضرتك اتحت لنا الفرصه ان احنا نكون موجودين النهارده، وكل سنه وحضرتك طيب. انت حضرتك طيبه وشرفتونا، وكل سنه وكل الكاست بتاعك بخير وكل المشاهدين بخير ان شاء الله، وعيد سعيد عليك.